بهدف تقديم نشاطات ترفيهية وتثقيفية مفيدة للأطفال، أطلقت مديرية ثقافة حمص مهرجان ربيع الطفولة بمناسبة العطلة الانتصافية في المركز الثقافي بالمدينة. ويتضمن المهرجان أنشطة تفاعلية وفنية وتعليمية وترفيهية تدخل الفرح إلى قلوب الأطفال. نشاطاتنا هو ضمن مهرجان ربيع الطفولة اللي عم يتكرر كل سنة خلال العطلة الانتصافية، بيتضمن أنشطة منوعة من نشاطات مسرحية لكل الأعمار، إضافة لعروض أفلام، وإضافة للنشاطات اللي عم تصير بقاعة الطفل اللي هي قراءة، اللي نشاط تفاعلي، نشاطات الموسيقية، بحيث نقدر نحن نعطي جو حلو للطفل، نحاول نوصل له إفادة. الأنشطة التفاعلية اللي عم نقوم فيها خلال العطلة الانتصافية ألعاب مسرح تفاعلي، كلها بتعتمد على التركيز وتحفيز الطفل وإخراج المواهب الموجودة عنده. نحن جاهزين بأي وقت إنه نعرف على أي موهبة. عم نلعب وعم نسلى عم نقرأ قصائد، فرحانين ومبسوطين. اليوم عملنا نشاطات ولعبنا وهذا وانبسطنا وعم نتعلم ونتعلم الرسم. العطلة الانتصافية جاي نعمل نشاطات حلوة ونتعلم شغلات جديدة. أنا برسم وبكتب لأنه مشان نمي مخي، وأنا دائما بروح على المركز الثقافي مشان نمي مواهبي أكتر وأكتر. أنا مشاركة بفريق اللي نقرأ معه وكمان بنادي الرسم بالمركز الثقافي. أنا بحب هدول النوادي لأنهم بنموا لي المواهب وكمان أنه بستمتع بالعطلة الانتصافية. المهرجان يجمع بين التعليم والقيم التربوية ومتعة الترفيه، بما يمكن الأطفال من اكتشاف مواهبهم وتنمية حسهم الفني وصقل خبراتهم والارتقاء بأساليبهم التعبيرية. الأخبارية السورية، عصام ديوب، حمص.